العربية اللي قدامنا ديت اسمها لاند وايند، تبع لشركة جيانج رينج الصينية، وهي نسخة طبق الأصل من لاند روفر إيفوك الإنجليزية المملوكة لشركة تاتا. يعتبر السوق الصيني من أكبر أسواق السيارات في العالم، وشركات صينية كتير نجحت إنها تقلد معظم تصاميم السيارات الفخمة. لكن السؤال، إزاي الشركات دي بتفلت من عقوبة الملكية الفكرية؟ ببساطة لأن الصين وقعت على اتفاقية الملكية الفكرية الأدبية والفنية وملكية براءة الاختراع، لكن ما وقعتش على حقوق امتلاك تصاميم السيارات، لذلك مش من حق أي شركة أنها ترفع قضية. والشركات الصينية بتقدر تهرب بطريقة تانية، إنهم مش بيعملوا قص ولزق لتصميم السيارة، بمعنى إنه بيغير في بعض الحاجات علشان محدش يمسك عليها غلطة. لكن فلتت منهم لما صنعت شركة جيانج رينج السيارة لاند وايند وعملتها نسخة طبق الأصل من لاند روفر، ورفعت شركة لاند روفر قضية وكسبتها سنة 2019، وأخذت تعويض مادي مع أمر من وزارة الصناعة الصينية بوقف تصنيع لاند وايند X7 اللي كانت أول نسخة منها سنة 2014.